أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد السياسي قبل 20 عاما من القدس دوت كوم. في كل حلقة نطالع أبرز ما كتبته صحيفة القدس خلال هذا الأسبوع لكن قبل 20 عاما. وفي هذه الحلقة، عرفات وبيرس يوقعان اتفاقا حول تنفيذ الحكم الذاتي، حل مشكلة الأمن على النقاط الحدودية وخرائط تفصيلية لمنطقة أريحة والطرق في القطاع، تخريج 1200 شرطي فلسطيني بعد دورة تدريب في الأردن، توسيع مستوطنة إسرائيلية على حساب أرض عربية. ونطالع أيضا عرفات الاتفاق خطوة بالغة الأهمية لكن بعض النقاط بحاجة لمفاوضات وتسوية، ورابين يقول لا موعد مقدس والأمر قد يستغرق شهرا. عرفات أطلع الملك حسين على اتفاق القاهرة وبحث معه عملية السلام. وفي المشهد السياسي قبل 20 عاما، الانسحاب من غزة وأريحة يبدأ قبل عيد الفطر، وعرفات يعتزم التوجه إليهما بعد عيد الأضحى. الدولة الفلسطينية ستقوم في الضفة والقطاع بحلول عام 2000. واللجنة المركزية لفتح تستعرض الأوضاع داخل الوطن المحتل وتدعو إلى الوحدة الفلسطينية. وختاما، 50,000 مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى، ودعوة إلى الوحدة وحث التجار على نبذ الاستغلال. وعرفات يطالب أمريكا وروسيا بالضغط على إسرائيل لاحترام الجدول الزمني لتطبيق اتفاق المبادئ. وأم جهاد تقول الوضع المالي للمنظمة في أزمة حقيقية. ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد السياسي قبل 20 عاما، هذه تحياتي بصير شتية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل.